في إربد الأردن قتيل بمشاجرة مسلحة في دير السعنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الأعزاء. قتل شخص وأصيب آخر بجروح مختلفة في مشاجرة مسلحة وقعت عصر اليوم في بلد الدير السعنة بمحافظة إربد شمال الأردن. وفق مصدر أمني فقد توفي ثلاثيني اليوم بمحافظة إربد بسبب تعرضه إطلاق نار من قبل شخص آخر في مشاجرة بينهم بحكم الجوار. وأضاف المصدر أنه أصيب آخر وأسعف للمستشفى، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الجاني والسلاح المستخدم، فيما أخليت الجثة إلى الطب الشرعي وبشرت التحقيقات. وخيم الحزن على بلد الدير السعنة نتيجة الصدمة الكبيرة والخسارة الفادحة، فيما انتشرت قوات الأمن على المنطقة بكثرة للسيطرة على الوضع. إنا لله وإنا إليه راجعون وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم في كل مكان. أعزائي المتابعين، ادعوا له بالرحمة والمغفرة وأن يشفي المصاب، اللهم أمين. كده بنكون وصلنا لنهاية خبرنا اليوم، دمتم بأمان الله وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.